أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع السوري، وفيها نسلط الضوء على جهود المنظمات والجمعيات الخيرية لرعاية الأطفال السوريين الأيتام ممن فقدوا ذويهم خلال الحرب. ومن الأردن شاب سوري يتحدى ظروف الإعاقة ويؤسس فرقة مسرحية داخل مخيم الزعتري للاجئين، كما نتعرف على قصة طفلين سوريين اتخذا من أحد أرصفة بيروت مرسما لهما. مع تواصل القصف على المدن والبلدات السورية، يتزايد أعداد الأطفال السوريين الأيتام ممن فقدوا ذويهم خلال الأزمة التي دخلت عامها الخامس. بعض الجمعيات والمنظمات الخيرية عقدت في مدينة إسطنبول ملتقى لتسليط الضوء على معاناة الأطفال الأيتام والسبل تقديم يد العون لهم. النجل الصعب ونبث الهمة والحب، هذا طريقنا مع الحياة، لا لن ننحني نحن الأمل، تبقى بسماتنا سر النجاة، نمضي بتفاؤل لا لن نمل. جمعية عطاء يعني أحد الأقسام الرئيسية اللي فيها هو موضوع قسم رعاية الأيتام والأسر. الجمعية تكفل تقريبا 5000 يتيم موزعين ما بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى أكثر من 300 أسرة يعني مكفولين. نقوم على الموضوع الأيتام ليس فقط تقديم الكفالة المالية، ولكن هناك برامج في موضوع الدعم النفسي والأنشطة والموضوع التعليمي. الجمعية عندها شيء 6 مدارس في تركيا تقريبا يعني دراسة الأيتام كاملة بالمجان، ونقدم لهم يعني القرطاسية والدعم الكامل في موضوع التعليم للأيتام. أقمنا أكثر من برنامج دعم نفسي وحفلات في الأعياد، كانت الشريحة الرئيسية اللي موجودة فيها هي الأيتام. بالإضافة إلى الآن من الشهر الماضي افتتحنا مشروع الشفيع في مدينة أورفا لاستقطاب 100 يتيم في برنامج لمدة 4 سنوات لتحفيظ القرآن الكريم. الآن هذا انطلق تقريبا صار له شهرين في أورفا.
بشكل كامل. حاليا نحن نطرح نتيجة مشكلة واجهناها خصوصا في منطقة المخيمات في الداخل السوري أو على الشريط الحدودي. تنتهي الكفالة في حدود السن 14-15 سنة، ثم وجدنا أن هذا اليتيم عندما تنتهي كفالته سيذهب إلى السوق وممكن يكون عرضة للاستغلال سواء من أي يعني لأي طرف. فالآن نحن عم نطرح مشروع هو اليتيم الحرفي، ندخل اليتيم بعد سن ال 14 سنة انتهاء كفالته، نستمر معه لمدة سنتين أو 3 سنوات لتعليم حرفة. فنعمل الآن مدرسة حرفية هي خاصة للأيتام لتعليمه النجارة وسواء المهن الكهرباء الكمبيوتر، حتى نخرجه للمجتمع يعني شخصا منتجا معتمدا على ذاته، وهذا من حصنه من أي يعني استغلال قد يقع عليه. أنا ما في عندي حلم، ما في عندي حلم أبدا. يعني نزل على الأرض ويعني ما عاد في كل صار بالأرض، ما عاد في لا حيط ولا سقف. أنا كتير كتير مشتاقة سوريات، وبحلم بستي وبعمي وبأخي بسوريا. لما بفيق بصير أبكي. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك. نحن أجينا على لبنان إنه صار عندنا قصف وبيت تدمر والرجاء في هوا. إجت قصف على بيتنا وبعدين إجت جيش وصار بهالمدافع يضربوا البيوت، بعدين دمر كل شيء وما خلانا نقعد. أمات أخوي سليما مناما وغانما مكرما سليما مناما. جينا مشان نعيش بس، جينا لهنا النصرية ما في أمان. توفوا أمي وأبي، لما تقوست أمي شفته ولما احترق أبي شفته. السماء تبلوه موطني، يعني بنحلم اني ارجع لسوريا وبس، غير سوريا ما في. بتذكر رفقاتي ومدرستي وبتذكر كيف كنت ادرس هنيك وبتعلم. بحلم انه ارجع على بلدي واشوف داري مثل ما هي لساتها. بحلم اصير بالمستقبل انسه، بس اكبر بدي اصير حلاق، بدي صير أنسي، حاب صير مستعمل يعني معلم صيدلية. أنا بشتاق كتير كتير لبيت جدي، ما بعرف هلأ وين هم. أنا أكثر شيء لأخواتي ولأولاد أخواتي ولأبي. اليتيم في سوريا للأسف يعاني معاناة كبيرة بسبب الأوضاع التي حدثت منذ 5 سنوات. فهنالك الآلاف من الأسر التي قتل أولياء أمورهم من آباء من أمهات، تشردت الآلاف من الأسر، الأيتام تركوا دراستهم، لجأوا إلى الأعمال ليعينوا أهلهم. فهذه الأزمة وهذه الحرب الدائرة في سوريا كانت لها السبب الرئيس فيما يحدث من مئات الآلاف الموجودين على الساحة، سواء كانت على الساحة السورية أو في دول اللجوء.
نحن اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية من لبنان، بنشتغل بمجال اللاجئين السوريين من كافة المجالات الإغاثة الأساسية، إيواء، غذاء، دعم نفسي، تعليم، صحة طبعا. وهلأ بما أنه طالت الأزمة السورية بلشنا المشاريع التنموية. من المشاريع التنموية هي مشاريع تمكين الأرملة واليتيمة لحتى يصيروا هني منتجات، لحتى ما يعتمدوا على حدا أو على الغير، لحتى هني يصيروا يعيلوا نفسهم ويعيشوا بكرامة. فمن المشاريع هي مشروع الخياطة، مشغل الخياطة اللي تم تدريب عليه نساء، وهن اشتغلوا أشغال يدوية باليد، يعني بخياطة أسواب صلاة، مطرزات، كروشيه، الأشياء الأساسية. فهذا مثل ما شفت هون شغلهم، هذا شغل يد لدعم النساء السوريات. هو مشروع مش تجاري، مشروع ريعه كله، يعني أي شيء يباع هون هو ريعه لصندوق كفالة اليتيم السوري في لبنان. على هذا الحفل لألقي الشعر وأهدي له. أبتاه ما أشقى الحياة بغربتي، ولمن سأحكي عن عجائب قصتي. مات الحنين وعذب صوتك يا أبي، ما زال يرويني ويؤنس مهجتي. وأنا اليتيم فيا عروبة أوجعي، ما شئتي هل يكفيك أبحر أدمعي؟ فلتسألوا يا مسلمين عن الأسى، أفلا ترون غراسه في أضلعي؟ رمضان جاء فأين أسكب دمعتي؟ في الصحن أم في الكوب عند المغرب؟ يا رب ضاقت من سواك يجيرنا، أنت الملاذ بضيق كون أرحبي. ولقد ذكرتك يا أبي في رحلتي، فمتى أصير إلى التراب لأنعم؟ حبست لي الدنيا فلم أهنى بها، والموت في وجهي أراه تبسما. صفوان حرب شاب سوري تحدى رغم إعاقته ظروف الحياة الصعبة داخل مخيم الزعتري في الأردن، حيث عمل في التجارة لتأمين قوت عائلته. ولم يكتفي صفوان بالعمل، ليتجه إلى الفن أيضا، ويقوم برفقة إخوته بتأسيس فرقة مسرحية تقدم عروضا تجسد الحياة الاجتماعية وصعوباتها داخل المخيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم معنا من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال الأردن. سنتابع معكم كيف قام ثلاثة أخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المخيم بتأسيس فرقة مسرحية بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، وفي نفس الوقت نقل رسالتهم إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور خارج المخيم. جينا على مخيم الزعتري من 3 سنوات أنا وأخواتي الاثنين. فكرة لجنة سوريا الغد الفنية كانت فكرة أخوي محمد حرب. من لما جينا فكر كيف ممكن نشتغل نفس العمل اللي كنا نشتغله بسوريا، كان في إلنا تجارب بمجال المسرح. لما جينا لهون فكر بهالفكرة أنه لجانب من أول شيء الترفيه عن اللاجئين، كونه ما كان في كثير أنشطة ترفيهية، ونقطة ثانية هي أنه نكون مرآة للشعب السوري تعكس الصورة الحضارية. وبالفعل بدأ يبحث عن منظمة راعية للجنة، تبنت هاي اللجنة منظمة الـ IRD هيئة الإغاثة والتنمية الدولية، وبدأ
بدأنا يعني بتشكيل فريق. حاليا تقريبا صار العدد 25 شخص من الأشخاص الموهوبين في مجال المسرح، وفي منهم مطربين وعازفين. قررنا أنه نشكل فريق من اللاجئين نفسهم بحيث يكونوا فرقة مسرحية من الشباب الموهوبين ضمن المخيم، شباب وبنات، منهم موهوب في مجال المسرح له تجارب سابقة، ومنهم من حب هذا المجال وتدرب. يعني احنا دربنا على مجال التمثيل، في منهم مطربين وشعراء وعازفين على آلات موسيقية. وتشكل هذا الفريق من بداية عام 2015 حتى الآن. قدمنا عدة عروض مسرحية داخل وخارج المخيم. قدمنا عرض مسرحي بمسرح عمون للثقافة والفنون بعنوان رغم أنف المعاناة. هو كان العمل انطلاقة فرقة سوريا الغد الفنية وأول عمل لنا، كان عمل ناجح جدا. حضروا ما يقارب 400 شخص خارج المخيم بمسرح عمون. قدمنا عمل كمان مسرحي للاجئين السوريين خارج مخيم الزعتري بمادبة، حضروا تقريبا 500 لاجئ سوري من الساكنين خارج المخيم. قدمنا عمل كمان ترفيهي للأطفال بجمعية التنمية البشرية بجرش، كمان لأطفال سوريين. هاي بالنسبة لخارج المخيم. أما داخل المخيم كمان قدمنا مسرحية رغم أنف المعاناة، بالبداية كان تقديمها هون. قدمنا أنشطة وفعاليات، في منها مثل فعالية نعيما أو مبادرة نعيما، كانت لحلاقة شعر 105 أطفال داخل المخيم. هدفنا من أعمالنا بلجنة سوريا الغد الفنية أول شيء نطرح المشاكل اللي عم تصير كلاجئين، نصورها، نسلط الضوء عليها. ثاني شيء ممكن نحاول نعالجها من خلال أعمالنا. ممكن تكون عمل كوميدي ولكن عم يناقش قضية مهمة معينة، مثل الزواج المبكر، مثل العنف ضد الأطفال، أو هيك قضايا. بالإضافة إلى أنه ترفيهي للاجئ، وبشكل عام عكس صورة الشعب السوري الحضارية للعالم أجمع. بخصوص فن الإلقاء والأداء المسرحي، طبعاً فن الإلقاء هو علم، خلينا نقول علم قائم بذاته. نشاطاتنا هي الأسبوعية، يعني نبدأ يوم السبت في بنات وشباب من عمر 12 سنة وما فوق. نعمل عدة عروض، هو بنهاية الدورة، هي دورة مدتها شهرين. بداية الأمر لبين ما أنه يتدربوا يصير في عندهم جرأة، كسر حاجز الخوف في أطفال عندهم شوي بيكونوا مترددين، كان بنات أو شباب، فبيتمرنوا في عدة تمارين عم نمشي عليها لحد ما يكونوا قادرين انهم مش شرط انه تمثيل، حتى يعني المعامله مع العالم تتغير، نظرتهم للحياه تتغير، يكون عندهم امل بالحياه. وطبعا بالبدايه احنا عانينا شوي، يعني ما كان في شوي يعني ما كان في ستيج، حتى نحن عملنا أول عمل هم في مخيم الزعتري اسمه رغم أنف المعاناة، فلفت انتباه العالم ككل، كانت رسالة للعالم لأنه نحن أشخاص قادرين على العطاء، قادرين أنه نوصل رسالة، قادرين أنه نعمل، نمثل، ندمج ذوي التحديات الخاصة بالمجتمع العادي.
حتى في مجال يعني كبار السن قادرين انه نتعامل معهم يعني من الطفل لكبار السن. يعني اذا كان الخبر حلو بغسل وشي. اذا كان الخبر يعني حلو بمشط شعري. ايوه. واذا كان الخبر حلو ومفرح كتير كتير شو بتساوي؟ بتحمم. الاشي اللي ببسطني يوم انا اشوف الجمهور كله مبتسم كله فرحان بالإشي اللي نحن قاعدين بنقدمه. يعني نحن يوم تلاقي الجمهور 300-400 شخص كلياته مدموج فيك، مدموج بالإشي اللي أنت عم تساويه، يعني بتخفف عنه المعاناة اللي عم بيعيشها داخل مخيم الزعتري. وأيام نقدم يعني مشاريع داخل مخيم خارج مخيم الزعتري، ويوم نروح بنشوف الجمهور حزين نعطيه إشي عن داخل مخيم الزعتري بيحزن. يوم نشوف هيك أنا بنبسط من الإشي اللي قاعد بقدمه، بخلي الناس تفرح وتحزن بنفس الوقت. بحب أوجه رسالة للشعب السوري إنه لازم الإنسان يستمر بالحياة وما ييأس، ونكون دائما نتفائل. إن شاء الله يعني تيجي أيام أحلى، وإن شاء الله يعني ما نيأسش ولا نقول إنه الحياة وقفت. لازم نستمر رغم المعاناة، رغم اللي صار، رغم الإشي اللي صار، لازم إنه نستمر ونكون أقوى من إنه نستسلم. محمد وناصر طفلان سوريان لجأ مع والدهما إلى لبنان بعد أن ماتت والدتهما جراء القصف على مدينة حلب على أحد أرصفة مدينة بيروت. يرسم الطفلان لوحات صغيرة من أجل بيعها للمرة، حيث يحلمان أن يصبحا رسامين مشهورين في أحد الأيام. عم كان عم يرسم منيح، راح واحد عم قال له شافه خي عم يرسم منيح، عم قال له أنا بتباع لكم الرسم أنت بتروح بتشتغل، عم قال له إيه برسم اللي بتخيله، مثلا بشوفه بطريق برسم هيك بتفكر وبرسم، مثل مدينة بيروت، عالم مشي على الطريق، محلات حقيقة على تبع قلبك شايفها بالصورة رسمتها. أنا بسوريا ما بذكرتها، يعني أنا صغير كنت هناك سوريا بقى مني وعيلة أبدا، بحب أروح على سوريا وأرسم وهناك بالأرسم الرسم. كانوا كنا يجيبوا لي ورقة شكل، كنا يجيبوا لي رسمنا بسة، رسمنا كلب، رسمنا بناي، أنا ما أخذ الأمور كلها مسخرة. شو عم يجيبوا لك أكمش ورقة يكب لهم إياها أو عيفوها يرسموها حطوها بالبيت أو حطوها هيك حطوها هون عادي، إلا معهم 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 إلا طبق ناصر طبق شيء 7-8 ورقات، قال لي بدي أروح أبيعهم، قال لي واحد دخل على محل قال له ارسم لي هالرسمة بعطيك 5، وارسم لي هي بعطيك 10، ارسم لي هي بعطيك 3000. كنا نصور ونزل هيك عم بدرج فيهم البيعة، مشي حالهم مشي حاله، بعدين بلش يطبع كروت يصور ويطبع ويمشي الأمور يعني. وين بتعمل مثلا هون، وين بتعلق رسمك، اي مطرح هيك بيسالوني. بس نحن اجينا قالوا لنا ارسموا ضلكم عم ترسموا، اكون عم في محل بصير ارسم محل وعمل معرض هنيك طور، بصير نفتح محل بصير مشهورين، بصير اتعلم رسم وصير اعرف ارسم على ورقه كبيره وصغيره. لا ضل نرسم أنا وخيي ما بنتركهم.
شغل. حياة صعبة والعيش صعبة، اللي ما بيشتغل ما بيعيش. يعني بساعد بي وندفع حق مدرسة، كل مجمع بندفع حق المدرسة. هلا أكيد له حاجة مساعدة أكثر هناك. ما حدا بيعمل هيك، 11 سنة ببلش يرسم، ينزل على الطريق يرسم ويبيع الرسمات. أنا ما بدي حدا يساعدني، ما بدي حدا يساعدني هيك مد إيده يقول لي خذ 10 ليرات أو 20,000 أو 50,000 حول وجه الله. من اللي إحنا بنعاضي عرق جبيننا. اشتغل وقول، ما اشتغلت بننام جوعانين. أنا ما بحب حدا يتحنن علينا أو حدا يعطينا مصاري. أنا أولادي كثير مثلا يكون بالشارع، حدا يعطيهم 1000 ليرة أو 2000 ليرة أنا بتضايق. إذا ما كان في شيء مقابل شيء ما بحب أنا. عرفت شلون؟ إلا خذت مقابل شيء، لأن أنا أولادي ما بدي أعود على هيك شغلات. هذه الفقرة من لبنان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. ألتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.